المنتخب الجزائري بيقدم مباراه من أسوأ مبارياته من فتره كبيره، سواء على مستوى الشوط الاول او على مستوى الشوط الثاني، سواء فرديا او تكتيكيا او جماعيا او كل شيء. كان في منتخب الجزائر النهارده مباراه سيئه جدا 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 في بدايه المشوار للدفاع عن اللقب الافريقي اللي خدوه السنه اللي فاتت. كلام كتير قوي عن منتخب الجزائر في مباراه السنه اليوم، بس لو حد يوصل لك تنزل اعمل لايك، اول مره نشوف نعمل اشتراك في القناه وفعل الجرس عشان حلقات منتخب الجزائر تجي لك اول باول. يلا بينا نخش في الحلقه. حطني رقم واحد في الهجاصين. المنتخب الجزائري وغير العاده النهارده كان بادئ بتشكيل غريب، وده راجع للاصابات الكتير اللي في نص الميدان. اولهم مزروكي واسماعيل بن نصر الاثنين غايبين عنه للاصابه النهارده، ولكن بقى الفريق موجود كاساسي وككل شيء موجود زي ما هو. لكن الغريب النهارده لجمال بالماضي، ان جمال بالماضي في البطوله اللي فاتت في كاس افريقيا اللي فات ما استخدمش ياسين ابراهيمي في ولا مباراه. هتيجي تقول النهارده غياب اللاعب اسماعيل بن نصر ده ادى ان النهارده ياسين ابراهيم يبدا المباراه. هقول لك تمام، طب انت بدات باثنين لعيبه في نص الملعب هجوميين اللي هم سفيان فيجولي وياسين ابراهيم وتحتهم اللاعب بالكاميرا. طب الفكره ان انت بتلعب منتخب سيرليون بيلعب باثنين بس في نص الملعب، وانت بتلعب بثلاثه في نص الملعب. فكرت الفكره ان انت تلعب على الورق 4 3 3 ولا على ارض الواقع انت بتلعب ب 4 1 4 1. بتقدم سفيان فيجولي وياسين ابراهيم الاثنين يبقوا لعيبه كفلاق في صناع لعب في عمق الملعب، منهم يبقوا صناع لعب يستلموا من الخطوط ومنهم يضغطوا على صناعي نص ملعب سيراليون. وده ادى ان انت مش عارف تستلم كوره في نص ملعب سيراليون بسبب ان سيراليون واقفه كويس جدا جدا جدا، مقفله كل المساحات، مقفله المساحه اللي ما بين نص لعيبه الدفاع ولعيبه نص الملعب اللي هي مساحه البوكت اللي هي في الزون 14، بسبب ان منتخب سيراليون مقفل المساحات دي اضطر المنتخب الجزائري يخرج بالاطراف كتير جدا. الشوط الاول كامل منتخب الجزائري سفيان فيجولي وياسين ابراهيم وريان محرز ويوسف بلايلي وحتى اسلام سليماني كان بينزلوا تقريبا لقرب نص الملعب عشان يبتدوا يستلموا الكوره يبتدوا الهجمه. المنتخب الجزائري كان بيلعب دفاع متقدم، بيحاول يلعب يزنق المنتخب السريلاني في نص ملعبه، يحاول يحجمه نوعا ما شويه بلغه الكوره علشان يحاول يسجل فيه. لكن سيراليون فاجئتنا كلنا باداء ولا اروع طول المباراه، وخاصه الشوط الاول بان هي مقفله كويس جدا. لا بل كمان هي هجوم هجمات مرتده شنيعه على المنتخب الجزائري، وكان ممكن يخرج بجون او اثنين طول الشوط الاول. المنتخب الجزائري فعلا الشوط الاول كان مثير للشفقه، انت مش عارف تعمل هجمه، مش عارف تعمل باص، ميس باص كتير، توهان من اللعيبه، توهان تكتيكي اللي انت التكتيكي حتى اللي انت بتلعب بيه اتقلب عليك، اتقلب ضدك. دي حاجه، الحاجه الثانيه الاداء الفردي لكل اللاعبين، الاداء الفردي للاعيبه المنتخب الجزائري مش كويس طول المباراه، سواء رياض محرز او يوسف بلايلي او اسلام سليماني او سفيجولي او ياسين ابراهيمي، ياسين ابراهيمي هو الاحسن الوحشين اللي كان بيحاول يعمل حاجه طول الشوط الاول. فانت هتقول لي، واحد هيقول لي ان المنتخب الجزائري بيلعب في اجواء غريبه سواء ارضيه الملعب السيئه او الرطوبه العاليه او درجه الحراره، اقول لك كل الفرق بتلعب بالشكل ده. منتخب السنغال لعب بنفس الاجواء، بنفس التكتيك، بنفس كل حاجه، بنفس الشكل، بنفس الجو، بنفس ارضيه الميدان امبارح وعادي كسب وعدى، ومحدش قال ان الرطوبه عاليه او درجه الحراره عاليه او الارض وحشه. دي بتبقى شماعات بيتعلق عليها اداء الفريق. استوديو بي ان سبورتس بين الشوطين قال لك الاداء سيء بسبب الرطوبه والارض وكل الكلام ده. فكره دي تعلق شماعه للاداء السيء طول الشوط الاول ده غير مقبول تماما، لان عايزين نشوف المنتخب الجزائر في افضل حال دائما، عايزين نشوف المنتخب الجزائري بينافس على البطوله بيدافع على اللقب. فبالتالي منتخب الجزائر لما يقدم مباراه بالشكل ده قدام منتخب سيراليون فهيعمل ايه قدام منتخب غينيا بيساو ومنتخب كوت ديفوار؟ انا مش عارف. الشوط الاول انتهى بحلو ومر، قلنا خلاص شوط كبوه عادي، اللعيبه لسه تاخد على الاجواء، اللعيبه لسه تاخد على ارض الملعب. ولكن فاجئنا الشوط الثاني المنتخب الجزائري برضه مش عارف يوصل لمرمى منتخب سيراليون الا بكرات قليله جدا، وكمان في نهايه الشوط بسبب العامل البدني منتخب سيراليون ابتدى يقل. ولكن سيراليون اللي عجبني فيها النهارده ان هي مش خايفه، انت داخل المباراه انا كسيراليون مش باقي على حاجه، كسبت المباراه خير وبركه وده انجاز كبير، اتعادلت في المباراه خير وبركه ده انجاز كبير، خسرت المباراه عادي ده المتوقع. فبالتالي منتخب سيراليون كان بادئ المباراه او طول المباراه انا عادي بلعب بدافع كويس جدا، بحاول العب على قد الامكانيات في الهجمات المرتده، واحاول اخطفك بجون او جونين وانهي المباراه، وقدر يسجل فيه ولكن الجون طلع اوف سايد. فبالتالي انت كنت مهدد قدام سيراليون باداء غريب بتكتيك اغرب. انت النهارده تروش الاول تروش الثاني ده ما عندكش انماط هجوميه تخليك تفك التكتل بتاع سيراليون، مش عارف تفك التكتل بتاع سيراليون. تروش الاول قادر تلعب كرات طويله كتير وتلعب كرات على الاطراف كتير،
كتير جدا، سواء رامي محرز او بلايلي او رامي بن سبعين او اسمه عطاه. فبالتالي انت ما قدرتش توصل للمرمى بتاع سليم شير الشوط الاول لان انت ما عندكش انماط هجوميه تفك التكتل ده. طب الشوط الثاني كان عندك انماط هجوميه؟ احب اقول لك لا برضه. الشوط الثاني انت نزلت تغييرتين او نزلت ثلاث تغييرات، خرجت يوسف سفيان في جولي، خرجت ياسين ابراهيمي، خرجت اسلام سليماني، دفعت بغداد بنجاح، دفعت بالنبكه وبلحيه. فانت بالتالي جددت الدماء، حاولت تدي دفعه اكتر للفريق بالدبكه اللي بقى يعمل زيادات هجوميه كتير وبلوحه اللي بيعمل زيادات هجوميه اكتر، وخلى بالقبله هو اللاعب نمره 6 اللي واقف في نص الميدان من اول مباراه لوحده تماما، ما كانش عارف يسد قدام الهجمات المرتده. سيرليون سيرليون طلع الشوط الاول عليك بهجمات مرتده كبيره جدا جدا جدا، كان ممكن تسجل تماما. شوط الثاني لو كان عندها بعض الامكانيات في الخط الامامي كان ممكن تسجل فيك عادي جدا، كان ممكن تسجل فيك وتطلع المباراه دي بدل ما انت خدت نقطه من سيرليون. لا ده بتحصل مفاجاه اكبر، وسيرليون بتقدر تخطف منك الثلاثه بوينت في اول مباراه في كاس امم افريقيا اللي انت المفروض المرشح الاول للقب. اي حد دلوقتي تساله في الشارع هيقول لك الجزائر المرشح الاول للقب افريقيا، لكن بعد الاداء اللي شفناه قدام سيرليون في شويه الشكوك ابتدت تحوم حوالين المنتخب الجزائري. مش هقول لك المنتخب الجزائري سيء او مش هياخد البطوله، لا طبعا المنتخب الجزائري لسه مرشح للبطوله، ولكن الاداء اللي شفناه طول مباراه سيرليون اداء مش مميز. حتى اللاعبين اللي جولك من على الدكه ما اضافوش، سواء سعيد بن رحمه او بغداد بن نجاح في الخط الامامي. فانت بالتالي لازم المباراه الجايه قدام غينيا الاستوائيه وقدام كوتيفوار تبقى مركز اكتر، تبقى اللعيبه الاداء الفردي افضل، الاداء الجماعي افضل، يبقى عندك انماط هجوميه تعرف تفك التكتل، عندك انماط هجوميه تعرف تهد الدفاع اللي قصادك. تبدا النهارده باسلام سليمان اللي عنده 33 سنه ليه؟ مش فاهم بصراحه. انا مش فاهم. اداء غريب جدا 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 المنتخب الجزائري، انا ما كانش عاجبني المباراه تماما وحتى خرج بالتعادل. فانا كواحد بحب المنتخب الجزائري واكيد عايز المنتخب الجزائري يبقى بشكل افضل، فبالتالي انا طالع النهارده بنتقد المنتخب الجزائري، مش نقد لازع والنقد اللي انا بهد في الفريق، لا انا بنتقد نقد بناء، اللي انا عايز منتخب المباراه اللي جايه يبقى افضل، الجزائري المباراه الجايه افضل، يعلي الريتم، يبدا يشتغل شغل بطوله افريقيا اللي فاتت، الضغط العالي الشرس على المنافس، يحاول يستخلص الكره من نص ملعب المنافس، يحاول يطلع بالكره بشكل سريع على الارض، ما بيعملش ميس باص كتير، ما بيعملش كرات طويله كتير، عنده عناصر فرديه تعرف تفيد الفريق في ظل التكتل الدفاع الفريق الخصم، كل ده فقده المنتخب الجزائري النهارده. في الاول وفي الاخر هارد لك للمنتخب الجزائري وهارد لك لكل جمهور الجزائري، وان شاء الله تعوضوا المباراه الجايه سواء مباراه غير الاستوائيه او مباراه كوت ديفوار. في الاول وفي الاخر ده كان راي شخص واحد، رايي انا في مباراه الجزائر وسيراليون. قول رايك انت في الكومنتس، ولو حضرتك بس تشجع والله لايك اول مره تشوف نعمل اشتراك في القناه وفعل الجرس عشان الحلقات تيجي لك اول باول، وتابع الصفحه بتاعتي في فيسبوك وتويتر وانستجرام وصفحه رسميه للبرنامج في الديسكربشن تحت، وتابع الشرح على فيسبوك ريتويت على تويتر. كان معاكم مصطفى، اشوفكم الحلقه الجايه، سلام.